أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نتوقف فيها عند أبعاد وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بعيون جزائرية. المشهد الجزائري نتوقف عند التمديد للتسعين جوجيل على رأس مجلس الأمة، ومشهد الحقوقي الاعتقالات المستمرة والاتهامات والتلفيقات، واليوم 28 من إضراب الحرية والكرامة. إذا نبدأ بالمشهد المتفجر في أوكرانيا مع الغزو الروسي لأوكرانيا بكل الأبعاد والتداعيات، والزاوية الجزائرية، العيون، القراءة بالعيون الجزائرية لتطورات المشهد هناك بتشابكات الوضع الجيوستراتيجي، بالحسابات الجزائرية، بالتداعيات بكل الأبعاد الاقتصادية، كذلك الارتفاع الكبير في أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، الغاز كذلك، والجزائر بلد غازي وطرح اسم الجزائر حتى في موضوع بدائل الغاز الروسي مع هذه التطورات الدراماتيكية في أوكرانيا. في المقابل أسئلة كثيرة حول الإنتاج الجزائري وحول التداعيات الاقتصادية الأخرى، الارتفاع الكبير القياسي في الأسعار، أسعار الغذاء وبشكل خاص أسعار القمح. نبدأ النقاش، وقبل أن نبدأ النقاش نشرك معنا في النقاش من أوكرانيا الآن من عين المكان من كييف رمضان أوراغ، مدير المركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية والباحث الجزائري. لو وضعتنا في صورة آخر تطورات رمضان أوراغ. طبعا أشكركم على الاستضافة. الأمور صعبة وعصيبة. طبعا الروس تمكنوا من تحطيم بعض البنى التحتية العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك الآن تمكنوا من السيطرة على مفاعل تشيرنوبل، طبعا هو لا يعمل، ولكن هم يخافوا أن يوظف لإنتاج القنبلة النووية القذرة حسب رواية بوتين، ولذلك هم الآن يحاصرون ويرقبون هذه المحطة. تعرفون محطة تشيرنوبل، المفاعل الرابع الذي انفجر في 1986 أظن حسب المعلومات المعروفة. ولكن كذلك تمكن القوات الاحتلال الروسي إلى الوصول إلى مناطق من خرسون وهي مناطق جنوبية، وتمكنوا من الوصول أظن من يعني من الإنزال من البحر الأسود وأزوف، وتمكنوا من يعني فتح المياه لتعود إلى مجراها إلى شبه جزيرة القرم. يعني كما نعرف أن عندما قام بوتين باحتلال شبه جزيرة القرم قامت السلطات الأوكرانية بغلق المياه لشبه جزيرة القرم، والآن أعادوا فتح هذه المياه، هذه القناة، حسب طبعا الرواية الروسية. طبعا هناك يعني معارك شرسة ومقاومة في منطقة وإقليم خاركوف، وكذلك هم يحاولون السيطرة على بعض المواقع بجوار العاصمة الأوكرانية وخاصة المطار وبعض الجهات اللوجستية الاستراتيجية. رغم ذلك فالسلطة يعني هي تبقى أوكرانيا، يعني العالم الأوكراني يبقى مترفرفا في العاصمة. بالنسبة للانفصاليين هناك دعم بالصواريخ المجنحة وكذلك بالطائرات الاستراتيجية من أجل أن تصبح لدى القوات الانفصالية إمكانية للوصول إلى الحدود الإدارية لإقليمي لوغانسك ودونيسك. طبعا في هذه الحالة يريد أن يخرج بوتين إلى ماريوبل، وهي مدينة استراتيجية فيها مركبات للصناعة الثقيلة، التعدين والمسائل المرتبطة بالتصنيع الحربي. سابقا طبعا قبل هذا الاحتلال كانت هذه المدينة مدينة مهمة من ناحية الملاحة البحرية والتجارة، وكذلك هناك مشاريع للتصنيع مع البريطانيين وأوروبا وكذلك مع الأتراك، لكن بوتين يريد أن يغلق هذه النافذة واستولى نهائيا على حوض أزوف، وبهذا يكون قد طوق الملاحة البحرية والتجارة بالنسبة لأوكرانيا.
إذا كل ما يعمله هو تطويق واستنزاف للمقومات الاقتصادية، وكذلك فرض حظر لتحليق الطيران المدني على الأراضي الأوكرانية. هذا كذلك سيخفف من أهمية أوكرانيا الاستثمارية ومن السياحة والدراسة وما شابه. كل هذه العوامل يعني تدعو إلى القلق بخصوص مستقبل أوكرانيا. هل بوتين يريد أن ينهي الدولة الأوكرانية؟ هل يريد تقسيمها؟ هل يريد الإطاحة بنظام ثم تعيين دمية لكي يتحكم فيها ويقوم برسم السياسة التي يريدها؟ كل هذه المؤشرات تظل خطيرة ونحن نقع تحت الاحتلال، يعني هكذا وفقا للأعراف الدولية. طبعا هذه الأجواء، يعني عموما المواطنين في العاصمة يعني هناك هدوء وهناك فرض حالة طوارئ في كل التراب الأوكراني، والآن يعني يحظر الخروج من حدود الساعة 10 مساء أظن إلى حدود الساعة 7 صباحا، طبعا حسب التقريرات الإعلامية الرسمية. ربما هذا التوقيت سيتغير، ولكن إلى حد الآن هذه هي الأجواء. طبعا لم تستهدف البنية التحتية الاجتماعية أو السكان، بوتين استهدف حسب روايته المنظومة القتالية الدفاعية والبنى التحتية العسكرية والذخيرة والمستودعات. طبعا في حين أن السيادة الأوكرانية إلى حد الآن نقول أن العلم الأوكراني يرفرف في العاصمة كييف. طيب ماذا عن تقديرات البنتاغون أنه مسألة ساعات وبإمكان القوات الروسية السيطرة على أوكرانيا، وهذه الخطة أو الهدف على كييف العاصمة بالأحرى، هذه هذا هو الهدف من بوتين؟ طبعا هو أكد أنه لا يريد احتلال أوكرانيا، ولكن يجب أن يفهم لأن هذه ليست نزهة. أوكرانيا شعب له ثقافة ديمقراطية خلافا للمنظومة السياسية في روسيا الأوكراتية الشمولية، وهناك مساحة من الديمقراطية والممارسة السياسية، ولذلك من الصعب أن يقوم بإسقاط النظام وتحويل المجرى التاريخي لأوكرانيا. سيجد نفسه في مستنقع أوكراني وسيدفع ثمنا باهظا في هذه الحالة. طبعا نحن نتفهم أن الوضع صعب وأن المجتمع هو لهش، وهو استغل اللحظة أن الولايات المتحدة لديها مشاكل داخلية، هي خرجت من أفغانستان بطريقة يعني ليست بوجه نائها، وكذلك هو يسيطر على مصادر الطاقة بحدود من 30 إلى 40% بخصوص الغاز، وطبعا يعول على تنين الصيني على الصين وبعض الدول التي تقع في محور سيطرته، هنا سوريا، هنا إيران، وهناك دول بعض الدول من إفريقيا، وكذلك دول من أمريكا اللاتينية. إذن لديه، نستطيع أن نقول لديه محور من الحلفاء الذين يريدونها توظيفهم في هذه المجازفة الدولية. طبعا هو يكسر الآن المنتظم الدولي وكل المؤسسات الأممية التي كانت نتيجة حرب العالمية الثانية، يريد إعادة ترتيب منتظم عالمي جديد حسب قياسه وحسب طموحه، وهو الخطر. يعني كذلك هو يملك حق النقد، يعني يستطيع أن يحطم كل المشاريع القانونية والأممية بخصوص حل الأزمة الأوكرانية. فهو ذهب إلى طريقة كسر العظم يعني بطريقة مباشرة. طيب ابقى معنا رمضان أوراغ، وتابع معنا هذا الفيديو من طلبة جزائريين، كنت أشير إلى الدراسة، هناك طلبة جزائريين والمنطقة المنطقة العربية المغربية كذلك في أوكرانيا، نسمع من هؤلاء الطلبة الجزائريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبلغكم باللي الآن سائل شو الأمر وصلت لحدها. الآن نشاهد شاليات أوكرانيا تغلق الطرق، صافرة الإنذار طلبت منا للسفارة الجلوس في أماكن آمنة، ونحن الآن في فندق تحت الأرض.
نرجو من السلطات انهم يساعدونا ويشوفونا عمليه اجلاء، لان الان كل المطارات مغلقه، ان يشوفونا اماكن امنه اكثر ونجتمع فيها كل جاليه جزائريه من اجل الاجلاء. هذا ما نطلبه منكم ان شاء الله. ونوجه رساله للرئيس سبون، نوجه رساله للرئيس سبون يوجه لنا حالتنا ان شاء الله، ودعوا معنا ان شاء الله. وإلا تقطعت الكونيكسيو ما شوفناش سماح اللهم هذه تقطعت الكونيكسيو، خاطرش الان نشاهد سقوط عده مدن، والان نشاهد جنود عسكر تقترب الان منا، وان شاء الله بخير. واذا انقطعت الانترنت ابلغوا سلامي لاهلي والسلام عليكم. انا لله وانا اليه راجعون. رمضان الاوراق، ماذا عن كنا نسمع هؤلاء الطلبه، ماذا عن الجاليه الجزائريه، جاليات المنطقه هناك مع هذه التطورات؟ ونسمع طلبه ويعني التقارير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من يشتكي حتى انهم يتصلون بالسفاره ولا اجابه، رغم وضع خط تحت التصرف. طبعا انا تعرفت بذلك الخط الاخضر بخصوص التعليمات التي اتت اظن من السلطات الجزائريه بخصوص كيفيه التعامل مع الجاليه الجزائريه وخاصه الطلبه. انا انصح ان الطلبه عليهم ايجاد يعني الاصرار على اللقاء مع السفير ومع القنصل، وايجاد طريقه لاجلاء الجزائريين الطلبه، اقصد هنا الطلبه ليس المقيمين او المستوطنين، عن طريق ان هناك الكثير من القنوات، قنوات الصليب الاحمر، القنوات الانسانيه عن طريق الغرب اوروبا او الاتحاد الاوروبي، وتكون يعني كل الامور متاحه في يد السفير، لان لديه صلاحيات دبلوماسيه وسياسيه ولديه التمويل، بما انه كذلك قرانا يعني هناك منشور او رساله من السلطات الجزائريه يعني تؤكد على ضروره التعامل بجديه مع ملف الطلبه ومع ملف الجاليه الجزائريه. اذا الكره في ملعب السفير، وهو عليه أن يعمل فيديو أو ينطق أو يجتمع أو يجد حلا للمواطنين، وهو أوجد هنا لهذه المسائل، لأن لا تجارة ولا عمل ولا لم نرى منهم شيء يعني منذ حصول أوكرانيا للاستقلال. فهذه السفارة يعني عبارة عن مبنى فقط للجوسسة ولأكل أموال الشعب لا أكثر، عدم العملية العمل القنصلي الروتيني الذي نراه. ولذلك عليهم أظن أن يبينوا أنهم يمثلون الدولة، دولة 1.5 مليون شهيد. نعم. طيب رمضان أوراق، طبعا أنت مطلع على الوضع، أوكرانيا بلد منتج للقمح بشكل خاص، أسعار القمح ارتفعت بشكل كبير في المقابل أسعار الطاقة، أسعار الغاز، أسعار النفط، وهنا ربما يدخل بعد الجزائري، البلد الغازي البترولي وفي نفس الوقت مستورد القمح. نعم طبعا الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وهذا طبعا سيخدم الاقتصاد الأوكراني خلافا مثلا للدول الأوروبية. وطبعا أسعار النفط والغاز سترتفع، والجزائر ستكون لها إمكانية شراء القمح يعني من أي مكان تريد، يعني لديها الأموال الآن. وفي هذه الحالة يعني سيكون ارتفاع نسبي للأسعار، الأسعار الغذاء والمواد الغذائية، ولكن هذا بالنسبة للجزائر لن يكون حرجا، كما أن نحن في الجزائر ننتج، وتسوف تنتج ما شاء الله الكثير من المواد الغذائية، والجزائر مرشحة لأن تنتج القمح، يعني فقط نريد سياسة استصلاحية للأراضي، وتكون هناك حكمة في إدارة شؤون الوطن. نحن لسنا في حاجة إلى استيراد القمح، كانت الجزائر يعني سلة لأوروبا يعني، وبسبب ديون القمح تم احتلال الجزائر يعني. ولذلك علينا أن نبني مستقبلنا انطلاقا ونستثمر في هذه الأزمات، لأن هذه الأزمات ستجري علينا أموالا بسبب ارتفاع، سيكون ارتفاع فرط في ارتفاع أسعار الطاقة يعني، وخاصة النفط الذي فاق $100 لكل برميل. إذا علينا أن نستثمر في هذه الأزمة للأسف الشديد، هي أزمة للشعب وبالنسبة لآخرين هي فائدة، للأسف الشديد هذه هي سنة الحياة. شكرا جزيلا لك رمضان أوراق، ونتمنى طبعا لك ولي
الجميع السلامة هناك في كييف. شكرا لك رمضان أوراغ على وقتك رغم كل هذه الظروف. نسمع الآن سكرتير العام للأمم المتحدة ورسالته لبوتين بعد هذا الغزو الروسي. So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop. حميد للو في واشنطن. طبعا واشنطن والموقف الأمريكي والاتهامات حتى الموجهة لواشنطن بأنها ضخمت الأمر وأنها بوتين كان يقول ليس هناك غزو. في النهاية غزت قواته أوكرانيا اليوم. طبعا الكثير من الحسابات الجيوستراتيجية، طبعا حصتنا تركز على القراءة الجزائرية بترابطاتها. كنا نتحدث عن الجزائر الغاز وارتفاعه والنفط كذلك، في المقابل ارتفاع كبير أيضا قياسي في أسعار القمح، والجزائر مستورد كبير للقمح. قراءتك لتشابكات المشهد سياسيا وجيوستراتيجيا واقتصاديا كذلك. السلام عليكم. كما قلت، أمريكا كانت تتوقع هذا التحرك الروسي. لم تكن أي يعني أمريكان، حتى بوتين، حتى بايدن، كنت أستمع إلى خطابه اليوم، انتهى من خطابه من قبل تقريبا نص ساعة. كان منتظر لأسباب عديدة. مثلا نفس السيناريو خطط له بوتين في 2014 في كريمية، وهي المنطقة الجنوبية لأوكرانيا، يكرره الآن على منطقة الشرقية لأوكرانيا لمنطقة دونباس. هل بوتين سيدخل كييف؟ ممكن جدا. ولا أرى أمريكا تتدخل عسكريا حتى توقفه لأسباب عديدة. الأولى منها أن أوكرانيا ليس حليف أطلنطي، هو صديق للجماعة الناتو لكن ليس داخل الناتو، هذه أولا. فإذا عسكريا أمريكا ولا الحلفاء لن يتدخلوا عسكريا. مساعدات نعم، لكن قليلة، لأنه أظن هذه قراءتي، استراتيجية أمريكا هو ترك بوتين دخول أوكرانيا حتى يستعمر أوكرانيا، حتى ترجع أوكرانيا مستنقع لبوتين. كأنه الأمريكان يريدون أن يكرروا تجربة روسيا في أفغانستان، لكن هذه المرة في أوكرانيا. لأن لما تشوف التحركات اللي صارية الآن على الميدان، وأمريكا كانت تتحسب لهذا التدخل العسكري من أسابيع، من أشهر، ربما من 2014، هو أنه السلطات الأوكرانية بدأت في تسليح المدنيين، فالمدنيين مسلحون جاهزون للدفاع عن وطنهم، ويعرفون أنها إذا روسيا تدخلت عسكريا ستكون قضية ساعات. اليوم في الاستجواب الصحفي مع بايدن سئل، فقال لهم هذا لن يأخذ أكثر من ساعتين ثلاثة لبوتين للدخول إلى كييف. إذن أمريكان مستعدين، لكن يجهزون حرب غير تقليدية، حرب غير متكافئة، أين يكون فيها الجر والكر. طيب. حتى يصنعون أفغانستان نمبر رقم 2 لروسيا، لكن داخل أوكرانيا. طيب ماذا عن الزاوية الجزائرية الآن؟ روسيا طبعا علاقاتها وثيقة مع الجزائر، مورد السلاح، هناك أيضا البعد الطاقة،
وبعد القمح كذلك، والأبعاد التي تعيشها الجزائر. القضية يعني تغيرت. إذن الآن مثلا العلاقات الجزائرية أو النظام الجزائري لا تنحصر بروسيا. النظام الجزائري كانت عنده قراءة التوازن، حيث خلق بعض من التوازن الجيوستراتيجي والسياسي وحتى الاقتصادي مع الجهتين، يعني أمريكا وحلفائها من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. إذن الجزائر لا تتحالف 100% مع روسيا، تريد أن تجد يعني توازن وتحط نفسها في الوسط. الآن الجزائر في وضعية حرجة جدا، لأنها لا إلا إذا أجبرت على أن يكون لها موقع حاسم وواضح. الآن كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء، الواقع يعني الرسمي سيكون عدم انحياز، ونريد أن نكون وسيط في حل هذه الأزمة وإلى آخره. لكن أين أرى الجزائر؟ هو من جهة روسيا تطلب ربما من الجزائر أن لا تأتي بمنتوجها الغاز حتى يعني تسدد حاجيات الطلب الدولي، ومن جهة أخرى أمريكا وحلفائها الأوروبيون سيكونون في حاجة ماسة إلى ذاك الغاز. فإذا ماذا سيفعل هذا النظام؟ هل سيتبع روسيا؟ هل سيخضع لطلبات العالم الغربي؟ هذه نقطة استفهام. طيب ربما نطرح هذا السؤال على سعد كرميش المحلل المختص في المخاطر من كندا. سعد كرميش، طبعا أنت متابع كذلك لهذا البعد، بعد الطاقة بشكل خاص، ما رأيك ما يطرحه في هذا السؤال الذي يطرحه حميد للو، وهو يفرض نفسه فعلا في مقابل هل الجزائر لها القدرة على تغطية أي عجز روسي وارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير؟ تبون اليوم بالمناسبة نحن اليوم في الجزائر ذكرى تأميم المحروقات، يتحدث عن زيادة إنتاج البترول والغاز، الغاز التي قفزت أسعار والبترول أكثر من 100 دولار برميل صحارى الجزائري، 105 دولارات اليوم. السلام عليكم ورحمة الله الأخ جمال، تحية لك، تحية للطاقم المغاربية، تحية لضيوفك الكرام، تحية لكل أحرار وحرائر البلاد في الداخل والخارج، خاصة الذين يتبعون في سجون هذا النظام المجرم، وخاصة الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية. أنا بهذه المناسبة أقول للحراكيين وللثوار السلميين، علينا ألا تلهينا كل الأحداث، يعني نهتم بكل الأحداث التي تحدث في العالم، لكن يجب ألا تلهينا عن الهدف الأساس، ولا ننسى الهدف الأساس هو إسقاط هذا النظام الفاسد، وكذلك لا ننسى قضية إخواننا المساجين مهما يحدث في العالم، لأن هذا النظام خاصة نعرف أنه يستثمر في الأزمات الدولية، شفنا كيفاش يستغل يعني قضية كورونا وعقب عدة أجندات من الأجندات تاعو، ومرر عدة مشاريع من المشاريع تاعو ضد الشعب الجزائري، والآن أعتقد أنه سيستثمر في هذه الأزمة ويمرر مشاريع أخرى، ربما لأن العالم يعني ينشغل بما يحدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسيزيد هو من الضغط بعيدا عن أعين العالم، وسيمر عدة مشاريع أخرى. نعطيك يعني مثال بسيط، اليوم يعني خلال هذا اليومين أحدث انهيار تاريخي للدينار الجزائري، خاصة اليوم، اليوم فقط الدينار الجزائري تم تخفيضه بحوالي 1%. إذا رجعنا إلى قضية الغاز والمحروقات، يعني كما قلنا الجزائر لم تعد تنتج تصدر كثير من النفط، لأن يعني الاستغلال الداخلي كبير جدا، وحتى الجزائر يعني تستورد مشتقات النفط، وعندما ترتفع أسعار الخام ترتفع أسعار هذه المشتقات،
الجزائر أوقفت استيراد البنزين الممتاز الآن غير موجود في الجزائر وبسبب يعني نقص الأموال، وما زالت تستورد لحد الآن المازوت. أما ارتفاع الأسعار فصحيح أن ما يعني فيه إيجابيات وفيه سلبيات. ليس عندما ترتفع أسعار النفط ترتفع الأسعار يعني الإنتاج، تكلفة الإنتاج في المصانع الأوروبية والأمريكية والأسيوية، ترتفع أسعار الشحن وترتفع أسعار يعني التأمين على المخاطر، لأن السلع يعني الإمدادات يعني تتأثر بهذه التقلبات، وما يمكن ربحه يعني من ارتفاع أسعار النفط تخسره الجزائر في استيراد يعني مواد أخرى، ومعلوم أن الجزائر تستورد كل شيء. وأنا تعجب يعني ناس يتكلموا عن النفط من ناحية واحدة، وهي أنه فقط يعني وكأنه فقط يعني البلدان النفطية هي التي تستفيد من أسعار النفط. لا، يعني النفط فيه إنتاج وفيه توزيع وفيه تجارة، مرات يكون التاجر يأخذ أرباح أكثر من المنتج. أنت لو تجي يعني تقارن بين الجزائر وفرنسا، الجزائر بلد نفطي، شركة سوناتراك مداخلها 30 مليار دولار، فرنسا ليست بلد نفطي، شركة توتال مداخلها 200 مليار دولار. شوف يعني ماذا تحصده توتال الفرنسية من جباية للخزينة الفرنسية، وما تحصده سوناتراك من جباية للجزائر. إذن النفط ليس فقط إنتاج، وهو يعني تجارة وأسواق. وأعظم يعني أغلب الشركات اللي تحقق أرباح طائلة ليست هي الشركات الموجودة في البلدان الفقيرة مثل الجزائر ومثل الدول الإفريقية ومثل إيران، يعني الشركات الكبرى مثل شيفرون، إكسون موبيل، شال، توتال الفرنسية، هؤلاء يحققون أرباح طائلة. وعندما ترتفع أسعار النفط ترتفع أسعار الوقود كذلك، والحكومات الغربية تستفيد من ارتفاع أسعار الوقود، لأن الطاكسات على الوقود ضخمة جدا. الشركات الأمريكية اللي تعمل يعني تستثمر في الغاز الصخري والنفط الصخري يعني ستجد مبرر من هذا الحرب لمواصلة الاستكشاف والاستخبار، ستجد مبرر أمام خاصة يعني طيب وسيزيد الإنتاج بالتالي، وعلى المدى البعيد سيؤثر على الأسعار. الآن ماذا عن السياسيين؟ كنت تشير إلى الحراك والتضييقات. تقرير لصحيفة الإنديبندنت البريطانية يتحدث أن الأزمة الأوكرانية قد تعزز من قبضة النظام الجزائري في مواجهة كما تقول حرفيا الحراك الديمقراطي. صحيفة الاندبندنت البريطاني، ما رأيك فيها؟ نعم نعم، كما قلت لك صحيح أنه النظام الجزائري يستثمر في يستثمر يعني شفنا احنا هو كان حب يخلق حرب مع المغرب فقط من أجل البقاء ومن أجل خلق عدم الاستقرار، فما بالك أن لا يستثمر في عدم الاستقرار الإقليمي أو في عدم الاستقرار الدولي أو في الحروب. يعني إحنا كنت تحكيه على الطلبة الأوكرانيين اللي وجهوا نداء، أنا يفكروني بنداءات الجزائريين اللي كانوا متشردين في مطارات العالم، ويعني ما كانت فيه حرب، وهذا النظام يعني البائس لم يستطيع استرجاعهم، ومنهم لحد الآن من لم يستطيع الدخول، فما بالك يسترجع ناس في وقت حرب. كل ما يهم النظام الجزائري من الصراع هذا ومن هذا الحرب هو يعني تعزيز وجوده. أولا يستغل الفرصة لخلق مزيد من الحريات والضغط الداخلي. ثانيا يبتز الغرب بالغاز، يعني أوروبا محتاجة غاز وأوروبا محتاجة نفط. وكل ما يأتي من صحيح أن نسبة الجزائر في الأسواق الأوروبية ليس كبيرة، يعني لا تزيد عن 10%، لكن أوروبا تحتاج مزيد من الغاز في حربها مع يعني روسيا وفي صراعها مع روسيا، والنظام الجزائري سيستغل ذلك جيدا ل يعني يبتز هذه الأنظمة وهذه الدول الأوروبية مقابل السكوت عن حقوق الإنسان. أنا هذا طيب أنا نسمع رأي الأستاذ حميد للو. ما رأيك أستاذ حميد للو، هل هذا فيه نقاط قوة أم أنه في النهاية مهما ترتفع الأسعار النفط وأسعار الغاز منظومة توفرت لها المليارات ولم تقدم شيئا؟ هل لها ما تقدم؟ الآن كان يتحدث
صالح كرميش المفروض ساعد كرميش معذرة أنه الأسعار ترتفع أسعار النفط ولكن الدينار ينهار، القدرة الشرائية للجزائريين كذلك، الغلاء الفاحش، ندرة المواد، لا تبدو مفارقة أم أنه في النهاية مهما كما توفرت من نقاط هذه المنظومة ليس لها ما تقدم كما يصر الكثيرون؟ لا أنا يعني أشاطر الرأي مع الأخ المتدخل من كندا، يعني ما هي مشكلة أنه النظام الجزائري يعمل حسابات على البقاء في الحكم، هذا يعني ما فيهش، الناس كلها تعرف هذا الأمر، إلا أنه أين أخالف الرأي هو أنه الجزائر ستكون لها يعني إمكانية على الضغط على الأوروبيين حتى يساندوها في حربها ضد الحراك، لأن سموا الأسماء كما هي، وإلا لن تبيع الغاز لها. أنا لا أظن هذا، لأنه اتفاقية بين النظام الجزائري والدول الغربية أو الدول في الشرق تقريبا لا علاقة له بالقضية الأوكرين، ربما هذه أزمة الأوكرين هي مناسبة مليحة للنظام الجزائري أنه يستعملها لصالحه، لكن ماشي هذا هو المؤثر الكبير على ما سيفعله الدول الأخرى تجاه الجزائر. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنه في المعادلة، يعني بصفة عامة في المعادلة، معادلة الروس وأمريكا، معادلة أوروبا ومعادلة الأوكرين، الجزائر عندها يعني 0.001 وزن، يعني ما عندها حتى وزن، ما عندها حتى وزن. مع أنه المفروض لها وزن، يعني مفروض القرب الجغرافي، مفروض أنه الإنتاج الجزائري ليس تبون، بالعكس اليوم يقول أنه الإنتاج زاد وأنه الصناعة في هذه الطاقة، الصناعة في تطور. في المقابل أنت تشير إلى، هل تقصد أن عقود الغاز هي عقود طويلة المدى وليست في السوق الفورية، وبالتالي لن تستفيد فعليا من ارتفاع أسعار الغاز؟ بالطبع. من جهة كل يعني تصريحات تبون والدليل والأدلة قاطعة موجودة لا يعني لا وزن لها، قال نحط لكم طاقة شمسية على المباني الحكومية في 3 أشهر، هل حصل هذا؟ أبدا. قال أنه نعطيكم منح للبطالة ابتداء من الآخر، هل حصل هذا؟ أبدا. قال أني سأفتح قطار سريع ثمن راسة الجزائر العاصمة، أبدا. يعني هذا كله كلام، يعني وقال أنه سيدافع على القطر وعلى نسمع ما قاله في هذا الصدد، ما قاله عن الخليج، عن أمن الخليج، تبون في الكويت. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج رانا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت لا اللي يمس قطر لا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا من قبل. حمد الله، طبعا هناك من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا الحسن حظا وتبون ما لم يقل انه ما يمس اوكرانيا يمسنا وما يمس روسيا يمسنا مثلا. ما رايك في هذا الكلام من تبون، كلام دبلوماسي فقط في وجوده في الكويت ام انه له تداعيات؟ يعني من يهدد الخليج عمليا؟ دول الخليجيه ترى في ايران المهدد اساسا، يعني ليست كلها، يعني السعوديه والامارات بشكل خاص، وإن كانت للإمارات طبعا علاقات بزنس كبيرة، بالعكس جنرالات إيران ومرتشي إيران يبيضون أموالهم في الإمارات كما يصر كثيرون. دلالات هذا الكلام من تبون، إيران التي بالعكس تبدو في خندق، دعم واحد لنظام بشار الأسد مثلا وحلفاء ضد ثورات الربيع العربي مثلا. من يهدد الخليج هي إيران أساسا، والحوثيين هم الذين يستهدفون حلفاء، وتزودهم إيران بتكنولوجيا طائرات المسيرة لاستهداف دول الخليج، السعودية والإمارات بشكل خاص.
ربما هو داخل نفسه يعرف أنه ما في حد يسمع كلامه. يعني هالتهديدات ضد من الذي يهدد كما قلت أنت؟ من يعني هو قوة ضاربة ضد إيران ولا يتكل على روسيا إذا ما عملت؟ يعني هذا كلها كلامه غير منطقي. ويعني بصراحة الأمور التي تجري سواء في أوكرانيا ولا في العالم كلها تحركات جيوستراتيجية. نرجع إلى قراءتنا على أسعار النفط أو الغاز، هذه كلها يعني عقود أبرمت على المدى البعيد. فإذا وزيادة عن ذلك الجزائر ما عندهاش القدرات حتى تزيد في الإنتاج، وزيادة عن ذلك حتى البلدان اللي عندها تأثير على السوق العالمي للغاز اللي هي بلدان الخليج أعطت أجوبة أنها من الصعب عليها أن يعني تنتج أكثر أو تتخلى عن زبنائها في آسيا. فهذا هم اللي يلعبوا دور كبير مهم وبطريقة مباشرة، ولا يقولوا شيئا، ما يدخلوش في قضية الأوكرانية، يعرفونها قضية كبيرة على رأسهم. جزائر أنا أؤكد ما عندها حتى تأثير على ما يجري في أوكرانيا. أتفق مع أخونا من أوكرانيا الذي تدخل في قضية القمح أنه ربما الآن الجزائر ستكون مضطرة لشراء القمح في أماكن أخرى لأنه السوق الأوكرانية ربما راح يكون صعب عليها. لكن في المعادلة للأسف الجزائر ما عندها حتى دور، ماني شايف حتى دور ملموس في هذه القضية. طيب سعد كرميش ما رأيك؟ مع أنه المفروض للجزائر يكون لها دور، أم أنه الوضع الذي تعيشه الداخلي بقدر ما كنت تساند ما تقوله صحيفة الانديبندنت قد يخدم نظام هذا الوضع وفي مواجهة الحراك والاستهداف الحراك، ولكن الجزائر لو كانت هناك توافق شعبي وانفتاح اقتصادي وسلطة في مستوى تطلعات الشعب كان يمكن أن تكون بالعكس لها دور في التوازنات الدولية، ليس كذلك؟ صحيح. أنا فقط نوضح للأخ لولو، أنا لم أقول أن الجزائر يعني عندها وزن كبير، هي 10% تزود أوروبا بالغاز. وحتى يقولوا أن أنا حكيت في مداخلة سابقة قلت أنه حتى البرلمان الإيطالي مرة يعني داروا حصة قالوا أنه الشريك الجزائري شريك غير موثوق به. يعني فقط هم يعني النظام الجزائري يستغل يعني حاجة أوروبا، يعني هي موجودة في صراعات أخرى ومحتاجة للغاز حتى بكمية صغيرة الآن، لأنه الآن كل كمية مهمة لأوروبا، يعني كل كمية تتدفق إلى أوروبا فهي مهمة سواء كانت ضئيلة أو كبيرة، لأن وقت الصراعات الأشياء البسيطة تولي عندها قيمة كبيرة، وهذه ربما يحب يستغلها النظام الجزائري حتى تسكت عليه أوروبا ويزيد من القمع ومحاربة الحراك كما كان يقول الأخ. بالنسبة للغاز يعني أمريكا ما يخفش عليك في بداية من شهر نوفمبر أصبحت أكبر منتج للغاز في العالم، وأصبحت كذلك أكبر منتج للنفط في العالم، والعالم يشهد تحولات طاقوية يعني من 10 أو 15 سنة يعني العالم يبدأ يخرج نهائيا من النفط، والصراع كما قال الأخ لولو هو صراع استراتيجي. من السابق لأوانه أو من المبكر أن يعني نحكم على الحرب التي بدأت يعني اليوم أو الاجتياح الذي بدأ اليوم، يعني ما عندناش كل المعطيات وما عندناش كل يعني العوامل بالتأكيد. سنقف ربما نتابع تطورات الوضع بكل التداعيات. تبقى معنا سعد كرميش، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش.